بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرأ ويا حضراتكم جزء من سفر الأعمال في إصحاح 7 في قصة رجم استفانوس الشهيد الأول، وأحد الأبطال اللي كنتوا بترتلوا كنيستنا كنيسة أبطال من جيل إلى جيل وعبر الأجيال كلها. في نهاية القصة بتاعة رجم القديس استفانوس في إصحاح 7 من سفر الأعمال في عدد 54 يقول: فلما سمعوا الناس اللي كانوا حواليه في الرجم، لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، حالة من حالات الغيظ الشديد. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. شوفوا الأبطال. فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة. البطل بيشوف السماء المفتوحة. وابن الإنسان قائما عن يمين الله، فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وكان شاول راضيا بقتله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا بنعيش الأيام دي أيام عيد النيروز، عيد الشهداء، وبنعيشها الكنيسة بتعلمنا أن إحنا بنعيشها من عيد النيروز في أول توت لغاية عيد الصليب في 17 توت، وبتمتد ويانا لغاية 19 توت. احتفلنا بعيد الصليب 3 أيام، والاحتفال مش مجرد تغيير في النغم أو تغيير في الألحان، لكن الاحتفال علشان نحمل ذكرى الشهداء كأبطال، وكنيستنا كنيسة أبطال، والتاريخ بيحكي بكده. طبعا بين وقت والتاني بحول اجتماع يوم الأربعاء ما يبقاش للشعب لكن يبقى لمخاطبة الشباب، وفرصة ان احنا نتقابل ونعيش في فكر الشباب فكر ويا بعض. النهاردة عايز اكلمكم عما يسمى بالرجولة الروحية، والوصية اللي كلكم بتعرفوها بتقول: كونوا رجالا. ولما بنمسك قصص الشهداء بتوعنا بالحقيقة هم كانوا رجال، واحنا النهاردة بنحتفل بالقديسة رفقة وأولادها الشهداء، أم وأولادها فيه أولاد وبنات، لكن كلهم كانوا رجال، كانوا رجال وأبطال. وأرجوكم يا شباب أنكم تاخدوا الفكر الروحي، نعيش في الفكر الروحي بتاع الأحداث دي كلها. في سفر الخروج موسى النبي يقول لي: يشوع انتخب لنا رجالا واخرج وحارب. رجال. وداود النبي هيجي يوصي ابنه سليمان الحكيم ويقول له: أنا ذاهب في طريق الأرض كلها، فتشدد وكن رجلا. تشدد وكن رجلا. أصل حكاية الرجولة الروحية لا هي ولد ولا بنت، ولا هي كبير ولا صغير، ولا هي غني ولا فقير، ولا هي متعلم ولا مش متعلم. الرجولة الروحية دي حاجة تانية خالص، حاجة مختلفة. أبنوب النهيسي نعتبره رجل، طفل عمره 12 سنة. وقيسوا على كده كل صنوف وأنواع الشهداء، وزي ما كنتوا بترتلوا في الصفات بتاعتهم الحلوة.
كونوا رجالا. واحنا بنحتفل يا شباب بعيد النيروز، احنا بنحتفل بعيد الرجولة الروحية. واحد يبقى راجل، واحد فيكم هيسألني ويقول لي يعني ايه راجل؟ راجل يعني عضلات كده وطويل وعريض ووزنه تقيل وبيلعب الألعاب الرياضية العنيفة، يعني ايه راجل؟ اولا هذه الوصية موجهة للإنسان المسيحي، راجل او ست. ثانيا غير مرتبطة بالسن، مش مرتبطة بسن واحد. نمرة ثلاثة هي موجهة الى حالة النضوج، ان شخص يبقى مستوي صح. يعني ايه؟ يعني شخص يكون متمتع بنضوج الروحي صح، بحيث لما يخش في اصعب اختبار اللي هو اختبار الاستشهاد يبقى راجل فيه. واخدين بالكم؟ يمكن قصة شهداء ليبيا اللي حصلت من 3-4 سنين تكون ماثلة في أذهاننا، وده نموذج حلو عن الرجولة الروحية. لكن الرجولة مش استشهاد بس، الرجولة في الحياة. ولما نقول كنيستنا كنيسة أبطال وقصة أبطال، وبتحكي بتحكي على ناس عاشوا فيها هذه البطولة الروحية بكل معنيها. تعال أحكي لك شوية كده. أول حاجة في الإنسان الرجل الروحي، وبأكد مش رجل ناحية الجنس لكن مقصود به الإنسان، زي ما بنقول في المزمور الأول طوبى للرجل، هم يقصدش رجل، رجل كجنس، بينصد الرجل كإنسان، طوبى للإنسان. أول حاجة في صفات هذه الرجولة الروحية، إنسان لا ينساق وراء التيارات، له شخصيته. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الانسان اللي لسه ما وصلش لدرجة من درجات النضوج الروحي، كلمة توديه وكلمة تجيبه، يقرأ حكاية توديه يمين، يقرأ حكاية تانية توديه شمال، ويبقى بالصورة دي كأنه انسان مستضعف مش عارف طريقه، و الظروف اللي حواليه عمالة تتغير أو بتتغير، وهو نفسه مش عارف هو ماشي إزاي، إيه السكة بتاعته. يعني شبهها لكم كده بالظبط، واحد ماشي في الشارع وبعدين بيسأل على حتة معينة فقالوا له يمين، وبعد شوية شمال، وبعد شوية لقى شارع شكله جميل مشى فيه، وبعدين ساب الشارع ده ومشى في شارع تاني هادي ولا مزدحم، ما هوش عارف هو عايز إيه. من فضلك كن إنسان ذو شخصية، شخص ممتلئ. ما تخليش نفسك بحسب، انتوا عارفين المثل الشعبي اللي بيقول من بره ها، من بره هلا هلا، ومن جوه من بره باين شخص ويمكن يكون يحتل مكانة او منصب او حاجة، لكن من جوه الله يعلم حاله ايه. اول حاجة لا ينساق وراء التيارات، له شخصيته. نمرة اتنين، ويعني عشان تبقى عارف كلمة لا ينساق وراء الشخصيات، يعني واحد صاحب مبادئ، صاحب مبادئ في حياته. تفتكر وياي كده الشاب اللي كان اسمه يوسف الصديق، حط قدامه مبادئ وخلى المبادئ دي هي صاحبة الشخصية بتاعته. كمان شخص الذي لا ينساق وراء التيارات، شخص دايما بيفكر مش بينحرف بأي كلمة تتقال، وفي نفس الوقت عارف طريقه بالضبط. ما تسيبش نفسك كده. وخدوا بالكم في الزمن بتاعنا ده الحاضر، أخطر حاجة بتصادفنا كلنا التوهان في الحياة. واحد تايه في الدنيا، تايه، كان بيروح جامعة ولا بيروح مدرسة ولا بيروح شغل ولا كل ده، لكن واحد تايه. احذر التوهان ده ولا تنساق وراء الطيارات اللي عمالة تتقال. تلاقي واحد النهاردة بيمدحه في فلان، هو بيمدح وياه، بكرة بيشتمه في فلان،
بيشتم وياه، فين شخصيتك؟ فين إفرازك؟ إزاي تفرز الجيد من الرديء؟ نمرة اتنين، إن الشخص الناضج روحياً دائماً يتجنب التذمر. أنا بقعد ويا ناس كتير وناس من كل المستويات، واحد تقعد وياه القعدة كلها خدت ربع ساعة نص ساعة كلها شكوى، بعرف إن الشخص ده فاضي من جوه على طول. وفي واحد الحياة بينظر لها نظرة جيدة، على الأقل فيها نظرة الشكر. شوف استفانوس وهو في عز الرجم الموقف العصيب ده، ويصروا على أسنانهم، يضغطوا على أسنانهم من الغيظ ومن التعب والرجم، كل واحد مسك له الحجرة وهو في منتهى السلام والشكر يشكر الله، حتى انه بيصلي من اجل الذين يرجمونه. هل انت انسان متذمر؟ مش عاجبك الحال؟ دايما تشكي، دايما لسانك فيه نقد كل شيء، عينك متاسف في الكلام، شايف الامور بمنظار اسود. الحياه فيها ايجابيات كتير، وعايز يعني اشترك وياكم ان ابائنا الشهداء عبر كل العصور ما سمعناش شهيد قال كلمه خارجه او كلمه مش في مكان او كلمه جرح او كلمه تذمر، او حتى وقف قدام ربنا قال له ايه يا رب اللي بتعمله فيا ده، ما عملش كده. كانوا دايما في حاله شكر. ونسمع مثلا عن الشهيده اللي بعد ما عذبوها او يعني بيضطهدوها وهتموت، وكانت لسه عروسة جديدة، تطلب انها تموت بفستان الفرح الاكليل. ايه ده؟ ايه النفسية المستريحة ده؟ هي ايه النفسية الرائعة ده؟ هي يا ترى نفسيتك ايه من جوه؟ في واحد تقعد وياه يشكي سين وصاد وعين وغين وكل الحروف الابجدية، وفي واحد نظرته الحياة انها نظرة حلوة، الحياة فيها امور حلوة كتيرة جدا. واحد فيكم قاعد يقول لي هو فين الاكل والشرب والاقتصاد وانت عارف والجنيه والدولار واللي بيطلع واللي بينزل؟ مش عاجبه الحال خالص. ولو رديت عليه في النقطة دي يفتح لك نقطة تانية يتكلم عليه على طول، يقول لك والغلا والحاجة الفلانية بقت غالية وكانت قبل كده. فين الشكر؟ فين حياة الشكر اللي فيك؟ ما عندكش حاجة كويسة؟ يعجبني القدماء وأيضا كل إنسان حديث لما يقول كده مدام ربنا عطينا الصحة والستر نشكرك يا رب. الصحة والستر أغلى حاجتين يعطيهم الله للإنسان في مسيرة حياته. حاجة الثالثة، قلت لك اول حاجه لا ينساق وراء طيارات، ودايما عايش بالشكر ويتجنب التذمر وبيتجنب نظرات التشاؤم والاكتئاب وكلمه مفيش فايده. حاجه الثالثه بقى اللي بتكون المثلث الروحي بتاع النضوج، حياه الامانه المطلقه، امانه الانسان. والامانه دي حاجه شخصيه بينك وبين الهك، في عملك، في بيتك، في كنيستك، في خدمتك، في حياتك الشخصية. الأمانة، الأمانة. بتسمعوا دلوقتي إن في جهاز في مصر بيحارب الفساد. الفساد، والفساد يعني عدم الأمانة، بيحارب الفساد. والفساد ده بيأخر الشعوب، والأمم المتحدة تعمل مقياس كده تقيس جودة الأمانة في كل بلد ايه، وياخدوا مرتبة، دول درجة نمرة كذا ودول نمرة كذا، وعايزين نرفع مستوانا. الفساد، هل تعيش بالأمانة؟ أحد الضعفات يا شباب اللي موجودة في وسطنا كشباب مصري حاجة كده بتسمعوا عنها اسمها الفهلوة، عارفينها؟ مش عارفينها. عارفين فهلوة؟ اللي هناك يعرفوها، أنتوا لا، مش كده برضو؟ الفهلوة. الفهلوة
الفهلوة دي عمرها ما تبني إنسان ولا شعب ولا أمة ولا كنيسة ولا خدمة. بس الأهم من كده أن الفهلوة ما توصلكش السماء. واخدين بالكم؟ عيش بالفهلوة لكن مش هتوصل السماء. والفهلوة حتى لو نجحت على الأرض مش هتوصل السماء. الفهلوة. يا ترى أنت عايش بالأمانة؟ يا ترى أنت فاكر الآية الجميلة اللي بتقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة؟ فاكر الآية دي؟ وخد بالك الآية دي في سفر الرؤية، يعني السفر الأخير اللي بيوصلنا للسماء. وبعدين الآية موجهة زي كده، آية آمرة، كن أمينا إلى الموت، كل ده على الأرض فسأعطيك إكليل السماء. اوعوا تفتكروا كلام الإنجيل كلام كده يعني شكله جميل، بس دي وصايا، ووصايا حاسمة في حياة الإنسان، بمعنى أنك إذا لم تكن أمينا لن يكون لك ملكوت السماوات. من الآخر زي ما بيقول، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. فإكليل الحياة مرتبط بهذه الأمانة الغالية في حياتنا. بولس الرسول يقول لنا في الرسالة بتاعة كورنثوس الأولى، اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا. خد بالك من الآيات القصيرة دي الموجهة، اسهروا، اسهروا يعني انتبهوا، اثبتوا في الإيمان، حياة الثبات، كونوا رجالا، النضوج الروحي، الشخصية الناضجة، مستوي، واحد تعتمد عليه، حتى السماء تعتمد عليك انك تكون شاهد ليها، تبقى احد شهود السماء. اثبتوا في الايمان، كونوا رجالا تقوى، عيشوا بالتقوى. الصورة الحلوة اللي احنا بنعيشها ده هي في مواضيع الرجولة. واحد يسألني ويقول لي، هو يعني انت شايفنا شباب وشابات وفي الرجولة وفي الانوثة وفي الصفات بتاعتنا دهيت، ايه علاقة ده اللي انت قلته لا ينساق وراء التيارات، وراء كل كلمة بتتقال، واحد عايش بالشكر، واحد امين. طب ده معناها ان احنا نكون ايه؟ يعني واحد غليظ في حياته او واحد ناشف في معاملاته؟ لا، انا هقول لك يعني ايه رجولة ويعني ايه انوثة من المفهوم الإنساني والمفهوم الروحي. أول حاجة في الرجولة الشهامة. الشهامة، الشهامة يعني الإنسان المستعد للبذل، واحد مستعد إنه يبذل، مش واحد أناني، مش واحد شايف في الدنيا غير نفسه، واحد مستعد للبذل. والشهامة دي يوم من الأيام ما يرتبط ويكون أسرة يكون شهم في بيته، مستعد للبذل، والمسيح بذل نفسه من أجلنا جميعا. الشهامة. الصفة التانية الجميلة في حياة الرجولة هي صفة الشجاعة. وصفة الشجاعة هنا يا شباب هي معناها الإنسان الذي يستطيع أن يواجه الصعاب، يقدر يلاقي حاجة صعبة قدامه يقدر يواجهها، ما يهربش. والإنسان اللي بيهرب من مواجهة الصعاب إنسان لا يستحق أن يكون رجلا. الرجولة بالصورة دهيت أو بالشكل ده فيها شكل الشجاعة، مش الشجاعة بالألفاظ، واحد ألفاظ يعتمد على ألفاظ مش حلوة ما هيش فيها أي رجولة، يعتمد على لسان مش نقي ليست رجولة، واحد يعتمد على عضلات ولا قوة جسمانية برضو ليست رجولة. الرجولة الشجاعة، والشجاعة يعني إنسان يستطيع أن يواجه المواقف، يقدر يواجه المواقف. في واحد لما يجي قدام موقف يرميه على آخر، يهرب منه، يبعد عن المواجهة. الصفة الثالثة
في الرجولة الحقيقية أنه إنسان له صفات قيادة. ربنا خلق الرجل الأول ليه؟ عشان يساعد في قيادة الأسرة. ولما نقول الرجل رأس الأسرة معناها أنه هو يقود. والقيادة هنا وظيفة. وإذا كانت بنقول على الرجل هو رأس الأسرة بنقول على المرأة هي قلب الأسرة. والاثنين بيشتغلوا ويا بعض. بس لازم يبقى فيه قائد. القيادة يعني إيه قيادة؟ يعني شخص عنده إمكانيات تنظيم العمل جوه الأسرة، جوه الخدمة، جوه المجتمع. في شخص ما يعرفش ينظم العمل اللي هو فيه، حتى لو كان بيت أسرة صغيرة، حتى لو كانت خدمة صغيرة، يقدر ينظم العمل. المسيح عمل إيه؟ يقول لك أول ما ابتدى راح مختار 12، قبل 12 دول أقامهم معه، تعلموا وياه، ولما تعلموا وياه ونضجوا أقامهم وأرسلهم ليكرزوا. وبعدين ابتدى ياخدهم وياه بقى في كل مناسبة، في معجزات، في مقابلات مع أشخاص، في أحداث مهمة، في تعليم زي تعليم الأمثال. قدرة على النظام. في واحد تلاقيه بينظم حياته، حياته ماشية منظمة كويس. وفي واحد متأسف في الكلام حياته مهرجلة أي كلام. برضو الهرجلة أحد الضعفات زي الفهلوة، ما تبنيش الإنسان ولا الشعوب ولا الأسر ولا الأفراد ولا شيء خالص. الله خلق الدنيا بنظام والحياة عايشة بنظام. هنا القيادة يعني له قدرة على تنظيم عمل العمل اللي هو فيه. بتشوفوا المايسترو ما فيش في ايده آلة موسيقية، لكن مجرد له إشارات معينة يفهمها الموسيقيين، ويبتدوا المايسترو يبتدي يحرك قدامه عدد كبير، فريق موسيقي مكون من 20-30-50-100 واحد، بإشارة واحدة تطلع النغمة. علم نفسك إنك تكون منظم. يعني مثلا الطالب اللي بيذاكر طول ما هو معتمد على مبادئ الفهلوة ونهاية العام، وإحنا بمناسبة يعني بداية الدراسة، هيحقق إيه؟ وحتى لو نجح في الطريق، نجح بأي شكل. مرة من المرات كان في طالب بيدرس في الإكليريكية كويس، وبعدين الطالب ده سقط، جاب 49.5 من 100. واخدين بالكم من الدرجة؟ 49.5 من 100. فراح للأب الأسقف المسؤول عن الإكليريكية. القصة دي يعني بقى حوالي 20 أو 25 سنة. فلما راح للأب الأسقف قال له بقى يا سيدنا، بقى ابني في الإكليركية ويجيب 49.5 من 100 ويسقط على نص درجة. فبص له كده الأب الأسقف بكل حنية قال له اعلم يا ابني أن ابنك لم يرسب على نصف درجة، ده رسب على 50.5 درجة. فهمنها ولا صعبة؟ ده سقط على 50.5 درجة، لأنه كان مفروض يجيب إيه؟ 100. هو ده النجاح، مش 49.5 يقول لي على نص درجة. قدرة أنه ينظم مذاكرته، ينظم دراسته، ينظم حياته. واحد يقول لك إيه؟ زي ما تيجي. ايه اللي تيجي دي؟ فين دورك؟ فين عقلك؟ فين رجولتك؟ قلت لك اول حاجة الشهامة، وتاني حاجة الشجاعة، وتالت حاجة القيادة، رابع حاجة بقى الجدية. واخدها جد مش واخدها بدلع. الجدية يعني ايه؟ يعني واحد واضح بيأدي واجبه واضح،
بمطالب واضح في الدراسة بتاعته، عارف ان مرحلة الدراسة دي مرحلة في حياتنا، في الخدمة عارف. بولس الرسول يقول لنا تنبيه خطير جدا، يقول لنا لأن الأيام شريرة في رسالة أفسس، تصور انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. يا إيه النظرة الكبيرة دي قديس بولس اللي بيقولها لنا، الجدية، شخص جد. على فكرة الجدية مش معناها واحد يبقى ماشي مكشر ولا ماشي كده يعني مش عاجبه الحال ولا ماشي كده متضايق، أبدا. الجدية يعني واحد في العمل بتاعه بيقوم بيه بكل إخلاص، واضح في العمل، واضح، عارف سكته، عارف طريقه. ودي حاجة مهمة جدا حتى للأباء في الخدمة وللشباب في حياتهم وفي دراستهم، للشابات في حياتهم ودراستهم وعملهم، واحد واضح. بتعجبني قوي الآية اللي بتقول بتاعت القديس بولس الرسول، كل الأشياء تعمل معا للخير. يعني طول ما انت ماشي كده الأشياء اللي ماشي بيها انت حتى لو كانت في بعضها مش عاجبك هتلاقي كلها تشتغل للخير. أنا فاكر مرة قريت سيرة عالم في الجغرافيا يونان لبيب رزق، وده كان عالم كبير، كان أستاذ جغرافيا كبير، كان شخص مهم جدا في المجتمع المصري، كان أستاذ جامعي وكتب مقالات في الأهرام، مقالات كتيرة، مئات المقالات، وكان أحد الخبراء اللي قدموا أبحاث استرجعنا بيها طابة في سيناء، يعني له دور وطني كويس خالص. هذا العالم بيحكي سيرته، فالمذيعة بتسأله بتقول له هو أنت إيه اللي خلاك تدرس الجغرافيا في كلية أداب؟ رد إجابة أعجب إجابة، قال لها الحقيقة والدي لما كنت في ثانوية عامة أو ما يقابل ثانوية عامة قال لي يا ابني هتقدم في إيه؟ ما كانش في زمان مكتب تنسيق، قال له زي ما أنت هتشوف يا بابا أنا أنفع لإيه؟ ففوج إن والده بيقول له أنت تنفع تبقى طبيب حلو، قال له طيب خد الفلوس دهيت وانزل قدم في كلية الطب. بس هو بيحكي في قرارة نفسه إن هو كان نفسه يدرس دراسات أدبية، فهو نازل ماشي في السكة رايح يقدم، قابل واحد صاحبه، رايح فين؟ رايح أقدم في الجامعة، هتقدم في إيه؟ في طب. وانت هتقدم في إيه؟ أنا هقدم في أداب، ما تيجي واقف أداب، ده أداب أسهل وأصغر 4 سنين ومصاريفها قليلة ودراستها سهلة، المهم حببه في سكة. قال له يلا خلاص يلا بينا على أداب، وراح أقدم في أداب. بس لما قدم في أداب ورجع لوالده قال له أنا قابلت صاحبي وقدمت في أداب، قال له بالبركة يا ابني خلاص اجتهد فيه. اجتهد طلع من الأوائل، صار في الجامعة، درس دراسات عليا، حضر رسائل خارج مصر، بقى عالم مشهور جدا جدا ليس على نطاق مصر وبل على نطاق العالم. واحد عارف سكته ماشية ازاي، مش واحد تاني يقعد يبكي حط ايده على خده والأصل ما فيش فايدة، أو يرتب الناس كده بالشهادات، كل ده مش مناسب للإنسان الذي يعيش الجدية. اعرف الأربع صفات دول، الشهامة، الشجاعة، والقيادة، والجدية. تعال بقى للشابات، الأنوسة. أولا الأنوسة مش معناها الدلع خالص، ما هي الأنوسة برضو ماشية على كن رجلا، يعني كن رجلا لكن أنت شابة. طب إيه الصفات بقى؟ أول صفة يجب أن تتميز بيها الشابة صفة الرقة، إنسانة رقيقة. بيقولوا عليكم الجنس اللطيف باين ولا الرقيق؟ اللطيف، الجنس اللطيف. الرقة يعني الإنسان اللطيف في معاملته، عشان كده كتير
من الأخوات البنات بينفعوا في مهنة زي مهنة التمريض. مهنة التمريض مهنة عايزة لطف المعاملة. والرقة زي ما قلت لكم في الأول مش معناها واحد بيتدلع أو واحدة بتتدلع، معناها أن إنسان استخداماته أو الإنسانة استخداماتها لكل كلمة ملتوتة بالرقة، ممسوحة بالرقة، لطيفة التعامل حتى في حالة الغضب ما تخرجش من بقها كلمة مش مظبوطة. أول صفة، صفة الرقة، لطف التعاملات. الصفة الثانية صفة العاطفية. العاطفية يعني القلب الممتلئ من العاطفة، والعاطفة دي أحد نعم الله التي يعطيها لنا. وكلمة العاطفة يعني الإنسان الذي ينفعل للآخر. يعبر عليها الكتاب المقدس مرة وهو بيتكلم عن معنى الخدمة الاجتماعية، يقول لك أحشاء ورأفة في فيليب 2. أحشاء ورأفة يعني أحشاء الإنسان، أحشاء الإنسان يعني أعماقه، تئن، تتأثر، تنفعل. فالصفة الثانية صفة العاطفية الانفعال للآخر، والانفعال يعني الإحساس بالآخر. أشوف كده الأم وهي عندها طفل صغير بيعيط بيبكي، والولد عمال يعيط ومش عارفين هو في إيه، تقوم تيجي الأم تبص له كده تقول أنت جعان، مع أن الولد ما نطقش. إحساسها، أو أنت بردان، الإحساس نفسه. ودي صفة مهمة جدا، ويمكن دي الصفة الرئيسية اللي ربنا خلى من خلال المرأة يأتي البشر في الولادة، اللي هي العاطفية والانفعال للآخر سواء صغير أو كبير. الصفة الثالثة، الصفة الجميلة في الأنوثة، اللي هي صفة الجمال. والجمال ليس مقصود به جمال الوجه أبدا، لأن ده بيتغير بمراحل العمر بالطبيعة، لكن المقصود به جمال الطباع. في إنسانة تلاقيها جميلة في طبعها، في تعاملاتها، أو جميلة في الصفات أو الحضور. أحيانا يستخدموا مثلا في عمل السكرتارية تبقى فيه واحدة، لأن ممكن ترحب بالآخر، وده شيء مهم جدا، ده شكل من أشكال النضوج. في واحد أو في واحدة ما يعرفش يرحب بالآخر، ما يتكلمش. من القصص الجميلة بيحكى أن كان في قائد روسي في الجيش أيام الحرب العالمية الثانية، والقائد ده كان قاعد بقى في الحرب، وقاعد وياه المساعدين بتوعه ومشغولين وبيسهروا الليل، وبعدين عايز يشجعهم. فالساعة مشت وياهم لغاية الساعة 3 الفجر، فعايز يشجعهم، قال لهم ايه رأيكم تيجي اعزمكم في البيت؟ طبعا ما حدش بيعزم حد الساعة 3. فقالوا له بس الساعة 3 بعد نص الليل وزمان المدام نايمة. قال لهم ابدا، ده مراتي دي لما تشوفوها حاجه. قاعد يوصف اوصاف حلوه. راح البيت، طبعا صاحبتنا نايمه فوق، فطلع لها فوق وخبط عليها كده، هي نايمه، وبعدين قعد ينده لها باسمها، وقامت منزعجه الساعه 3 بعد نص الليل. خير؟ وطبعا النوم يداعب عينيها. فقال لها أصلي في 10 من المساعدين بتوعي أنا جبتهم هنا وعزمهم. فالست من هول المفاجأة الساعة 3 بعد نص الليل ابتدت تنتبه، قعدت على سريرها بصت له كده، وقعدت تديله كلام، هو قائد كبير، تديله كلام شديد جدا. في حد يعزم حد الساعة 3 بعد نص الليل؟ هو ما فيش نظر، هو ما في، طبعا في حاجة تانية ما عرفش أقولها يعني كويس، ما عرفش أقولها بالروسي يعني. المهم بعد ما خلصت الكلام ده هو يقول لها طب معلش، طب عشان خاطري، طب استحمليني. بعد ما خلصت ده
قالت له ايه؟ طيب ربع ساعة وهنزل اوضب الميتة. نزلت من فوق، راحت عندهم لبسة لبس شيك، وراحت قايلة لهم ايه؟ اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا نورتونا، احسن مفاجأة عملها لي جوزي من يوم ما اتجوزنا. جمال الطباع. وطبعا كل واحد من المساعدين دول عمال يبص لنفسه والإيه الزوجة الممتازة دي. الساعة 3 بعد نص الليل بتقبل عزومة من غير مواعيد سابقة، وعدت الميدة وقدمت. أقصد إيه بالكلام ده؟ ليس الجمال الجمال الجسدي، ودي نقطة جوهرية جدا، لكن جمال الطباع، جمال الترحيب، جمال الصفات، جمال الحضور بتاع الإنسان. إنسان فاهم اللي حواليه. الصفة الرابعة في الأنوثة والإنسان الناضج صفة التضحية. طبعا تضحية الأم دي لا يمكن الحديث عنها، لكن تضحية المرأة بصفة عامة تضحية كبيرة جدا. بتضحي بإيه؟ بتضحي بالوقت. كلنا وإحنا أطفال صغار أمهاتنا قضت وقت طويل جدا، ويمكن مرت ليالي ما كانتش بتنام. بتضحي بالوقت، بتضحي بالصحة، وبتضحي بالحياة، بحياتها. نسمع كتير عن أمهات في مواقف لما يلاقوا أولادهم أو بناتهم عندهم أي ضعف صحي وعايزين ينقلوا أي عضو من أعضاء تكون أول إنسانة تتقدم هي الأم، وتقدمها يعني بنفس راضية تماما. مرة الأمم المتحدة عملت مسابقة على أجمل صورة في العالم. إيه أجمل صورة؟ كان ساعتها في مجاعات في بلاد كتيرة في أفريقيا. الصورة اللي فازت، واسمحوا لي يعني هشرحها لكم معلش يعني مع الشكل المؤلم بتاعها، مفيش أكل. بما إن مفيش أكل، الأم اللي عندها رضيع صغير هتبقى عندها لبن منين؟ مفيش. ففضل الطفل يرضع اللبن اللي موجود في صدره، خلص اللبن وهي مش لاقية أكل، فابتدت ترضعه الريق بتاعها، الريق. وكانت النهاية إن هما الاتنين ماتوا على الصورة ده، هي وهو، والأم بترضع ابنها الريق. أنا عارف إنها صورة مؤلمة، بس هي دي اللي فازت بجائزة على مستوى العالم. إيه الحكاية؟ عنصر التضحية الكاملة. وده اللي خلى الكتاب يقول لنا والمسيح يعلمنا إن نسيت الأم أنا ما انساكمش، وده مش بيحصل. إذن صفات الأنوثة في هذا الإنسان الروحي تكون الرقة والعاطفية والجمال والتضحية. لما تحطوا الحاجات دي كلها ويا بعض يكون شكل الإنسان اللي بيقدر يعيش البطولة. البطولة ما هيش شكل جسدي ولا زعامة، البطولة الروحية زي ما بيقول هنا كنيستنا قصة أبطال. إن كنا النهاردة بنحتفل بالقديسة رفقة، دي أم يمكن تعلمها كان محدود خالص، بطلة. ولادها كبار وصغيرين، وولاد وبنات أبطال. وقيسوا بقى كل سير القديسين والشهداء عبر التاريخ، البطولة. وإنت وإنتي أحفادهم، إحنا أحفاد هؤلاء. مش بنحكي حكايات بطولة وبس للافتخار وخلاص، ده احنا بنعيش الحكاية دي كمسلسل مستمر في حياة الكنيسة باستمرار. بس يا شباب، احنا في زمن غريب، وزمن بتطلع فيه ضعفات وحشة، وانتوا كشباب وشابات نشأتوا على أرض مصر، ونشأتوا في كنيسة مصر، ونشأته بتاريخ. كل واحد فينا له تاريخ 2000 سنة قبل كده. خدوا بالكم من الضعفات الوحشة اللي ممكن تتوجد سواء جوا مصر أو برا مصر. يعني أدي لك أول ضعف، ضعف الإلحاد.
الإلحاد. بقى الله الذي يقود هذه المسكونة كلها، واجي أقول ما فيش ربنا وما فيش قائد لهذه الحياة، إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ طب لما أجي أتكلم وأقول أنا بعقلي ومخي أعرف أمشي الكون وماليش دعوة بربنا، يعني إيه؟ يعني طبعا مش مجال دلوقتي نتكلم على الإلحاد بكل صوره، له صور كتيرة. لكن هو المسيح لما قال لنا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، احذر، خد بالك، خد بالك من أي فكر يستقطبك بعيدا عن إيمانك القوي، إيمانك الصح. طب ليه بقول لك الإيمان؟ أصل الإيمان هو اللي بيديه لحياتك معنى. أنا متأكد لكل إنسان بعد عن ربنا وعاش في الإلحاد حياته ليس لها معنى، وحياته تبقى رخيصة، ويطلع منها بقى فكر الانتحار وفكر قتل النفس وكلام بالشكل ده. احذر ضعف الإلحاد، احذر ضعف آخر، التشبه بالجنس الآخر، التشبه. والتشبه بالجنس الآخر يعني بدل ما يطلع راجل كده يطلع ولد بنوت، بدل ما تطلع بنت كويسة تطلع بنت مسترجلة. ده كله ما خد بالك منه، خد بالك. أحيانا ألاقي من الضعفات الكبيرة أبهات وأمهات ابنهم الصغير طلع ولد شعره ناعم وحلو، فبيستخسروا انهم ايه يوم الواد ايه يبقى بقصة ويبقى ب ايه يا ابني ده وايه يا بابا ده وايه يا ماما دي ايه. احذر التشبه انت رجل، انت امرأة، انت في البطولة الروحية بالصفات الاساسية، هي دي بترسم كيانك في المجتمع. احذر التشبه بالجنس الاخر، احذر كمان ما يسمى التعلق بنفس الجنس اللي بنسميه ربنا يحفظكم جميعا الهوموسيكشواليتي، اللي هو المثلية الجنسية. وللأسف في العالم دلوقتي، يعني مرة من المرات كنت بزور بلد وبعدين أبونا البطرك فيها بيقول لي تصور البلد الفلانية عندها مشكلة اقتصادية تتحل ب$500 مليون، ما عندهمش الفلوس دي، فجت لهم دولة تانية غنية قالت لهم اديكم $500 مليون بس توافقوا في البرلمان بتاعكم على المثلية الجنسية الهوموسيكشواليتي، شذوذ يعني، حتى كلمة وحشة. تصوروا يعني الأخلاق والمبادئ بتتباع بمعونات اقتصادية. شوفوا مأساة العالم. احذر، احذر. وهو حد يقول لك أصل هو كده التركيبة بتاعته كده، ده خلقة ربنا. لا، مش كده خالص. انتبه، ده ضعف. ولما تقرأ رسالة روميا ورسالة كورنثوس هتلاقي فيها الضعف ده مذكور من أيام زمان. الحياة خلقها الله بصورتها زي ما بنقراها في سفر التكوين. احذر التعلق بالجنس الآخر. لنا صداقات، ولاد مع ولاد وبنات مع بنات، صداقات عفيفة نقية، وصداقات ترفعنا لفوق مش تحطنا في الوحل وفي الطين. كمان احذر كراهية الجنس الآخر، وده حاجة غريبة شوية برضو حطها قدامكم، اللي هي ايه؟ يعني جنس الولاد يكره جنس المرأة، جنس المرأة يكره جنس الولاد، ودي جه بعدها استتباعات تانية. يعني مثلا دلوقتي العالم كله في تأخير في سن الزواج في كل العالم دلوقتي. مثلا اوروبا بيسموها القارة العجوز، ليه؟ نسبة العواجيز عمالة تزيد ونسبة الجداد اللي بيتولدوا قليلة خالص. وقيسوا على كده بقى شوية حاجات كتيرة بتحصل.
احذر كراهية الجنس الآخر. الله عندما خلق الإنسان وخلق آدم وحواء وتوج بيهم البشرية وبقوا هم الأب الأول والأم الأولى لكل البشر وعمل الصورة الحلوة للأسرة وللكنيسة، وهي دي الصورة اللي بنعيشها في حياتنا وبتمتد من جيل إلى جيل. خلاصة الأمر يا شباب إن إحنا بنعيش البطولة الروحية كونوا رجالا، بنعيشها ليس بمفهوم اللفظ ولا اللغة لكن بنعيشها بمفهوم الحياة والتطبيق. ومفهومنا عن الرجولة وعن الأنوثة وعن الحياة الروحية وعن الوصية اللي بتقول كونوا رجالا يبقى مفهوم واضح لنا كلنا. كن رجلا في حياتك، في مستواك، كن إنسان يعتمد عليه في أي مسؤولية بتتحط فيها أنت أو أنت، كن رجلا. والمعنى ده ينسحب علينا جميعا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين.